خلينا نشوف بعض الصور والراشز اللي احنا عاملينها لحضراتكم. وانا بقول لكم او انا بحكي لكم، عايز اقول لكم وانا في الغردقة دلوقتي او في الايام اللي فاتت دي، عديت على نادي الرياضات البحرية. نادي الرياضات البحرية ده نادي كلنا عارفينه من زمان، اللي بيصطادوا بقى عارفينه ان ده النادي المتخصص قوي بتاع ايه، رياضه الصيد ومرسى بتاع مراكب الصيد، وبتطلع منه الحدوته وبيتعمل منه بعض المسابقات واكتر مسابقات التاريخ بتاع رياضه صيد الاسماك في مصر في نادي الرياضات البحريه. لما انا اروح نادي الرياضات البحريه وافضل اتابع كده، لقيت منشات طالعه برغم الكورونا في الفتره الماضيه. انا عايز اقول لكم ان اداره نادي الرياضات البحريه بنت في خلال الفتره الماضيه حمام سباحة أولمبي. أنا تدخلت بناخد أوضة كده لطيفة، وعلى فكرة أسعارهم برضو جميلة، سيبكم من الحتت بتاعت إيه كده، لا ده أسعار للناس وشاطئ جميل جدا، والناس تقدر تحجز وكابانز ومطاعم صغيرة، حاجة لطيفة قوي، ولكن معظمه بتاع مراكب الصيد. عايز أقول لحضراتكم إن اللي يقدر يبني في فترة الكورونا دي ويخصص ويعمل حمام سباحة أولمبي بكل القوة بتاعته بحواديته، هو متوقع وينتظر روح وخد ولادك وانزل وسافر واستمتع. أسيبكم مع ال 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 الصور وبعض حاجة وشدته في مصر. عارفين الشتا ده محتاجين إيه؟ محتاجين جو مصر الدافي اللي مفيش زيه، محتاجين الشمس والهواء أكتر من أي سنة، يعني نسافر ونلف ونخرج في أماكن مفتوحة وناخد لفة بفلوكة في النيل، ونقضي يومين قدام البحر ونشوف جمال طبيعة بلدنا وأثارها وتاريخها. هو ده الشتاء اللي محتاجينه اليومين دول، شتى في مصر. وعشان تسافر وتستمتع في أجمل أماكن، السنة دي تذاكر الطيران ذهاب وعودة بتبدأ من 1500 ل 2000 جنيه سعر موحد شامل الضريبة، وسعر الإقامة في الفنادق من 3 ل 5 نجوم بتبدأ من 300 ل 750 جنيه. سعر الإقامة شامل الضرائب والخدمة والوجبات، وفي عروض على تذاكر دخول الأماكن الأثرية كمان. احجزوا دلوقتي، العرض ده من 15 يناير ل 28 فبراير، وطبعا مع الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازيه. اعرف معلومات اكتر على صفحه اكسبيرينس ايجيبت والصفحه الرسميه لغرفه المنشات الفندقيه. وزاره الكهرباء عملت اداره جديده، وانا مستغرب من الاداره دي، انما هي اعلنوا عن انشاء اداره الجوده واسعاد المواطن، الجوده واسعاد المواطن لتحسين الخدمه.